احنا في مدرسة لهنا عندنا طوال الكلام جماعة سيد تيزي وعملة أسف في جهة مرات. اللي وقع هو أن راه كنا يعني اليوم فوق أسبوعين ناس كاملين تقريبا كانوا في السبت. جات شي خبرية كنسمعوا أن واحد السيد راه واحد الدري صغير توفى ضرب بالقرطاس. كيقولوا الناس أنه راه ضرب يعني براسه براسه يعني فهمتي بجويجة. وهادشي اللي كان يعني هادشي المعلومات اللي عندنا راه هي اللي كاينة دابا. وبركة فراس يعني البركة من جيت هذوك الناس يعني والله ما عرفنا شنو نقول صراحة. صدمة كانت قوية بالنسبة لنا احنا كولاد ساكنة وبالنسبة للعائلة نتاعو. الشيء اللي كنقولوا لا إله إلا الله إليه راجعون. عيش مع باه أمو شي 14 عام اللي عنده دري زوين خلوق كيقرا في التيجي عارف وليا مزيان ما مرضى دور اللي كاين دابا. هذا هو بنتي خرجت العمر عيط لنا ولدي قلت تعالوا ضربت المكحله اللي عطى الله هو هذا اللي عطى الله شاد في راسي. معك بس اخويا انا كنت في السوق كنت في كزوله تمشات هي الخبار تما قالوا ودي واحد الدري خرج واحد لا قالوا لنا طفل قتل طفل شريت معنا وانا كنت في السوق اقرا في الاربع في التيجي عنده شي 14 سنه ولا 15 هو دروش ماشي شي طيوري ولا شي حاجه لا معقول دري معقول وراه مشى مشى كل شيء دري معقول ما فيه زياده ما فيه نقصان ما فيه تعدد ما والو. زاوية سيدي احمد مبارك انا قلت لك مو بنت خويا انا ما لحقت هنا سيدي فهاد المهم انا دخلت للدار جينا من السوق كي دخلت للدار سمعنا امك تغوت جيت خرجت هنا سمعت امك قال لك راه ما قديناش ندخلوا عندو مشينا داك الشيء ميت في الدار ثم يا ما قدينا ندخلوا ثم مشيت عندهم انا دابا ما شفتوش كذب على الله ولا عمل لي مع شكون اللي قال لي ولدك ضرب جات تما بدات تغوت راه باقا قاعده راه وقع سيدي هذا الشيء مات في دار هذاك الدري خويا وهذاك يمكن ضربوا شي واحد من ولاده واش كان شي واحد اللي خرج في راسه واحد جويجه ضربوا في القرطاس عنده 12 او 13 كيقرا في التاسع درك عنده هو واحد خوه واخته ثلاثه بعد بوهم